معلق عليه الحقنه بتاعت ميلاريا. ده المختصر يعني، ده كلام عشان ما يحصلش لك في كتير، معلش. يلا نخش في 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 في, في ما طرح. ما طرح كده نمسك ما يسمى بالمبادره بتاعت حمدوك. ده موضوع الله يخليك. موضوع المبادره اللي طرحت وقلت التوقيت انا. طيب هل الاذله بتكون بدائيه لاي مواطن سوداني عادي؟ هل في سوداني يا اخواننا قاعد في الخلا ولا قاعد في الحضر ولا متعلم ولا ما متعلم ولا مزارع ولا مهندس ولا استاذ ما بيعرف مشاكل السودان؟ خلينا من السودان، هسه دول الجوار ما عارفوا مشاكلنا نحن في السودان شنو؟ يبقى ما في جديد. ده واحد. نمسك الحته البدائيه اولا، التوقيت. هل الكلام اللي طرحه حمدوك والمشاكل اللي طرحها حمدوك دي هل ما كانت موجوده عندما استلم وزاره رأس الوزاره يعني؟ وهل الثوره دي قامت من عبط ولا قامت لنفس المشاكل؟ يبقى هي المشاكل معروفه. لكن العقليه اللي قامت صاغت الخطاب بتاع حمدوك، وتحديدا انا حقولهم هم ثلاثه اللي اشتغلوا الشغل ده بتاع المذكره طلع لنا بها حمدوك، او المبادره اللي بيقول عليها حمدوك دي، هم كتبوها رشيد سعيد وعمر قمر الدين ومعاهم ادم حريقه، الثلاثه ديل الثلاثه كتبوا الكلام ده. المبادره طلع بها حمدوك دي، وطلعوا بها حاله بتاعت امتصاص لكن تمهيد لغرار ثاني. طيب حمدوك طرح المبادره بتاعته بدون توقيت، يعني ما عندها توقيت لانه المشاكل دي اصلا غايبه، وهو سيادته جابوه عشان يخاطب المشاكل دي من اليوم الاول. يعني لو كان التوقيت سليم كان الكلام ده ممكن يكون قبل سنتين لما هو جه السلام كان ممكن يطرح الحاجات دي، لكن قام طرح حاجات المراد بها شنو؟ التعويم. وطبعا في اشكاليه عندنا نحن السودانيين بالذات الناس المستنيره حبه او المتقدمه في وعيها شويه بترتيب وكده، بالذات في كتاب كتبوا قبلي مبادره حمدوك دي ما ينتهي من قرايتها، هم كان كتبوا مقالات يعني هم خارج نطاق الحاجه دي تماما، بغض النظر انه يكون مؤيد ولا يكون منتقد، لكن هو بيقولوا يا اخي لا 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 فهم السؤال هو نصف الاجابه. الناس ما انتظروا السؤال ذاته، فكيف حيكون يعني استجابتهم او اجابتهم على 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 الكلام اللي طرحه حمدوك؟ يمكن ما بعد ذاك بعد يوم يومين الكتابات تكون فيها شيء من المعقوليه، لانه تحديدا بيكون الناس فهمت الحافز شنو اللي انطرح شنو. طيب المبادره دي انطرحت، اهم حاجه في المبادره يا اخواننا هي المقدمه بتاعتها عشان الناس تفهم الحته دي. اهم حاجه انطرحت في المبادره دي او ما يسميها هي بالمبادره التوقيت اشتر دي هي المقدمه، لانه المقدمه ليها ما وراها. طبعا اي غرار سياسي يا اخواننا يتخذ هو ليه ما خلفه، يعني لابد تكون في اشياء اساسيه جدا دفعت بتمثل الدوافع للغرار. يلا عشان نحن نطلع دوافع الغرار بتاع انه تطلع مبادره نفسها او ما يسموها بالمبادره اللي طلع بها حمدوك، كتبوها رشيد سعيد وعمر قمر الدين وادم حريكه، نشوف الحافز شنو. وانا الكلام اللي بقوله ده كله موثق، يعني من داخلهم هم ذاتهم من هو كتب المبادره دي. يعني انا عملت اتصالاتي عرفت انه منو اللي حيكون خلف الهنايدي. طيب كده ممكن نسمع يعني هذا النموذج يحتاج لمرونة بجانب الاحتياج لخلق كتلة تاريخية تتوافق على برنامج وطني يقود البلاد لإنجاح هذا الانتقال. مشكلتنا طبعا مع كل الإنجازات اللي اتعملت في خلال السنتين الماضيتين من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب، العودة للمجتمع الدولي، تحقيق المرحلة الأولى من السلام، وبرضو الخطوات الأولى في بناء المشروع الديمقراطي للانتقال، لكن تظل هنالك تحديات كثيرة جدا قدامنا. الوضع الاقتصادي، السلام، علاقات الخارجية، كل المسائل دي. لكن الأهم من ده كله أنا في تقديري كل هذه التحديات هي مظهر لأزمة أعمق واللي أنا دار أسميها
هي أزمة سياسية بامتياز وبالدرجة الأولى. ما لم ننجح في حل هذه الأزمة كل الملفات والقضايا الثانية تظل واقفة في محلها. الأزمة دي المظاهر بتاعتها واضحة في التشظي الحاصل في كل المؤسسات. تشظي بين المدني والمدني، شايفينه في وضع الحرية والتغيير، وفي كل الإطار المدني ده، التجمع المهنيين إلى آخره. التشظي أو التجاذب أو خلينا نسميه تحديات الشراكة بين المدني والعسكري. نحن سوغنا للعالم عندنا نموذج فريد قائم على الشراكة بين العسكريين والمدنيين لبناء ديمقراطية. هذا صحيح، لكن أيضا هذه الشراكة هي ما ماشى في خط مستقيم، بتصاحب عدد كبير من التحديات. بنحاول نعالج تحدياتها بصبر. أيضا التشظي العسكري عسكري في داخل مصر، ويمكن ده يكون واحدة من الأشياء المقلقة جدا في تقديري. هذه الأزمة مخيفة صح، إذا فكرنا في تداعياتها والأشياء المصاحبة لها، لكن التحديات دائما بتجي معاها إمكانات. وافتكر الوعي بخطورة الموقف بخلينا نعين له بأذهان مفتوحة، وبإننا نتعامل مع المسألة دي بكل الجدية والصرامة المطلوبة في معالجتها وحماية هذا الانتقال. لأنه السؤال الكبير الليلة أن يكون السودان أو لا يكون، ما مسألة بتاعت منو يكون وين ولا القيادة تكون منو إلى آخره، هي مستقبل البلد. وده محتاج أولا وأخيرا على خلق هذه الكتلة التاريخية العريضة للانتقال، يشارك فيها كل السودانيين. نحن أعظم الأشياء التي تحققت في تاريخ طيب باختصار، دي المبادرة، دي المبادرة يا ناس، عشان أي زول يفهم دي المبادرة. الكلام اللي قالوا دي المبادرة الناس. أنا عشان كده قلت للسجال أو فهم السؤال ده وقالوا نص الإجابة. الناس اللي كتبت قبله ما ينتهي من كلامه ده، والناس اللي كتبت ما بعد ذاك في إنه ما قلت لي زول قرأ كلام الزول ده أو فهم المبادرة هي شو. الناس قرأت للنقاط، النقاط اللي انطرحت 8 نقاط. أي زول القريب البعيد بيعرفها، الصغير والكبير بيعرفها، الراجل والمرأة بيعرفها، الجوع والبر بيعرفها، الميت والحي بيعرفها. دي مشاكل زي الشمس، قلنا مشاكل واضحة. طيب النقاط اللي طرحها، لأنه دي بيسموها الدغدغة بتاعت المشاعر، النقاط اللي طرحها هي دي النقاط بتاعت المواكب اللي سايرة لها سنتين عشان تصحح. كانت في البداية محاولة تصحيح، والآن وصلت لمرحلة إنه لابد من الإضغاط نفسه، إضغاط المنظومة نفسها، لأنها تبنت على منظومة الفساد الأولى، منظومة النظام البائد نفسه، سياساته كلها الاقتصادية والأمنية والفتن ما تغيرنا. طيب الناس درجت وخرجت عن النص بتاع المبادرة أو ما قدرت تصعب المبادرة. الكلام الآن قدمته ده بالضبط دي المبادرة، وأنا هتكلم عنها. يلا الناس مشت وين؟ عشان الذات والناس أفكار شتتت وما ركزت هي المبادرة وين. الناس كلها مفتكرة المبادرة في النقاط الطرحة. النقاط الطرحة عمدوك باختصار هي كان شنو؟ توحيد الكتلة الانتقالية، إصلاح القطاع الاثنين، إصلاح القطاع الأمني والعسكري، ثلاثة توحيد آليات الغرار، السياسة الخارجية تحديدا، أربعة الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام تحديدا الترتيبات الأمنية، خمسة العدالة والعدالة الانتقالية، ستة بين القاو والعدالة الانتقالية، وبيقصد هنا كمان المحكمة الجنائية ومسائل التسليم، ستة البرنامج الاقتصادي، سبعة تفكيك دولة الحزب لصالح دولة المواطن، ثمانية تكوين مجلس التشريع. هي دي نفسي مطالب المواكب الشغالة لها سنتين، هو قاعد ولا برد ولا بقابل حتى الصور، ولا بقابل حتى الصور نفسه. في أكبر ذكرى بتاع 6 أبريل الزول طلع مشى جيبوتي، في حين الاجتماع وكان باقي ليه يومين، بس يتفادى انه يقابل الصور. طيب المبادرة وين؟ المبادرة يا اخواننا
اللي طرحها مدوك عشان الناس تستوعبها وتفهمها صح هي اسمها الكتلة التاريخية. الكتلة التاريخية قال العريضة للانتقال يشارك فيها كل السودانيين. خطوا خطين كل السودانيين. دي المبادرة. يلا نحن بشكل بسيط جدا وسؤال بدائي جدا في انه من هم نحن دارين تعرف الكتلة التاريخية دي. من هو المقصود بالكتلة التاريخية؟ ما هو كلام مبهم. حمدوك طرحوا بالإبهام ده في انه هنالك كتلة تاريخية. قال يا اخي تحديدا بالحرف كده الكتلة التاريخية العريضة للانتقال بتأمن الانتقال يشارك فيها كل السوداني. يبقى المبادرة الناجحة عشان تفهمها ويسمها الحقيقي هي عفى الله عما سلف. ده دي المبادرة عشان الناس تفهمها. عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف دي يا اخوان حصلت لنا في 85 حصلت لنا في اكتوبر حصلت لنا في 85. ناس عبود ما تحاسبوا 85 ما حصلت محاكمات لانه الناس مشت بنهج عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف مشاركة النظام البعيد في المؤسسات. وانا حقول الكلام ده ليه؟ بعد المبادرة دي بيوم طوالي حمدوك بدأ عمليا. هو مهمته ومهمة الناس اللي ساقوا المبادرة دي اللي هي شق الشارع. هي دي سياسة النظام البائد. شق الشارع يعني الموقف السياسي في الشارع السوداني يكون في حالة الانقسام دي. تعميق لحالة الانقسام في الشارع السوداني. لأنه تاني يوم للمبادرة دي طوالي اتجه التقى بمنه؟ التقى بالحزب الاتحادي الأصل. واحد. اثنين التقى بمنه؟ التقى بالسيسي. التقى بموسى محمد أحمد. التقى بعبد الله مسار. طيب الأسبوع الجاي التقى بمنه؟ بالغندور؟ مؤكد. مش احتمال لا مؤكد. ده كتلة العريضة إنه يحصل تحت حالة تحت مصالحة. يلا هي دي حالة من حالات الجودية اللي بيطرحها حميدتي في شكل المبادرات بتاعت الإدارات الأهلية اللي هي جودية. شنو يا أخواننا تعريف السوداني؟ هي شغل بتاع 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 حيبدأ هي بتاع بتاع العمد والشيوخ وكده وكده. يعني مثلا أنا ضربت مثلا قبل ثلاثة سنوات نفس الحتة تكلمت عنها في إنه أنا قتلت ذول أهلنا ذول كلهم بيركبوا عربات حمير جمال المهم بيمشوا لأهل القتيل ده. هنا الجودية بمعنى إنه الغفز على التفاصيل. ما فيها تفاصيل. علي الطلاق أن إحنا ما خشين بيتك ده ما لم تقول يا أخي الجيتوه ده مقضي. دي اللغة. الجيتوه ده مقضي. بدون تفاصيل. وقتلوا في شنو وليه والحصل. لا. نحن ما بنخش البيت ده ما لم إنه شنو ديوانك ده والله صالونك ده ما لم إنك تقول الجيتوه ده مقضي. يقول لكم يا أخي والله عشانكم أنا ده الجيتوه مقضي. يخشوا كده كده والموضوع انتهى. عفى الله عما سلف يعني بدون تفاصيل. حمدوك هذا النفق اللي احنا ماشيين فيه وانه حتى بدون محاسبات. وعشان الكلام ده يتم بتمهيد لابد انك تجيب الناس بتاعين الطار ديل الناس اللي كانوا مشاركين ما النظام نفسه في البداية. جيب المشاركين وشوف ردة الفعل شنو القراءة التأثير لردة الفعل في الشارع السوداني شنو. انت لما تستقبل أولاد المرغني بدون احتذار رسمي للشعب السوداني بدون محاسبات للناس اللي شاركت وليه شاركت كويس انت هنا بتفتح في باب. الباب ده بيبدا كده ساعته لشخص واحد لكن بعد يومين احنا هنلقى ساعته ل 30 40 بيدخلهم كده مره واحده. لما تقابل انك عبد الله مسار وموسى محمد احمد وتقابل السيسي ده شنو؟ انت هسه بتقابل في الناس اللي كانوا شنو؟ دعموا استمراريه النظام لمده 30 سنه. طيب دي المبادرة عشان الناس ما تجري لنا الحاجات اللي طرحت الثمانية ديك يا أخوانا زي الهدية تخط لك حاجة كده ده مهما تكون قيمتها بسيطة مثلا لكن تغلفها بحاجة جميلة. يبقى الشكل الظاهري ده لازم يكون جميل. الحاجات اللي طرحت الآن قريت لكم الثمانية دي هي يا أخوانا دي مطالب المواكب دي مطالب الثورة. إذا كان أصلا هي ما محتاجة لمبادرة هي محتاجة لتنفيذ. هو رئيس العمل التنفيذي ده هي مهمة يقوم ينفذ العمل ده.
دي القراءة بتاعت دي المبادرة يا اخوان طرحها مدوك.